عبد نصر الدين التي وضعت بصماتها الفنية في العديد من المعارض التشكيلية، والتي يسعدنا اليوم أن تكون ضيفتنا في دبي هذا الصباح لنتحدث معها عن أعمالها وعن خططها الفنية. صباح الخير ماجدة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير ماجدة. ماجدة، قبل ما ندخل في أعمالك الجميلة اللي نحن طبعا كنا نتحدث عنها تحت الهواء، خلي شوي نتكلم عن بداياتك. كيف انطلقتي في عالم هذا الفن الجميل، عالم الرسم؟ هل كانت منذ الطفولة؟ أكيد من أنا وصغيرة يعني عرفت أنه بحب أشياء غير الأطفال تانية. كنت كتير شغوفة بالصور، المجلات أصقص منها، أعمل أشياء من مشي. كنت كتير حب أقعد أرسم، حتى كنت مرات كتير أنه جمع مصروفي لحتى أشتري علبة ألوان. يعني حسيت أنه عندي شيء مختلف. نعم. طيب، حديث كان كمان تحت الهواء عن اللون الأبيض. قديش اللون الأبيض هو تحدي للفنان، لأنه نحن بنتصور أنه اللون الأبيض هو سهل، ولكن هو باستخدامه على اللوحات كتير صعب. خلينا نحكي عن علاقتك باللون الأبيض ومدى صعوبته. أنا بالنسبة لي أنا بلشت تجربتي قبل، يعني هاي قبل ما أوصل للون الأبيض، بلشت تجربتي كنت أشتغل على لوحات تعبيرية، أرسم أحكي عن الغربة، عن وضع المرأة بشكل عام. نعم. الأشياء اللي بتعاني منها الإنسان، مش بس المرأة، يعني الإنسان غربته، مرات بينوجع ما بيقدر يقول. فبعد فترة حسيت أنا أنه بدي أتحدى هذا الشغل، ويعني كل فنان، لأنه بتعرف الفنان التشكيلي لما يتقدم تجربته بيصير يحاول يتميز أو يصير عنده أسلوب مختلف عن الباقيين، لحتى يقول أول ما تطلعي بلوحة تقولي هيدي ماجدة. فتجرأت هيك مرة وبلشت، أنا حسيت أنا راسمي عالم وبدي غطيه وخلي منه نوافذ إذا بدك، لحتى المتلقي يكون عنده حشرية إنه شو كان فيه وراها. يعني هيك الفكرة انطلقت. هلأ اشتغلت معرض كامل كان تميز بوقتها، يعني تميز بألوانه، لأنه اشتغلت على اللون بوقتها، إنه بدي أعمل ألوان ما يعرف حدا يسميها، وفعلا يجي فنانين يقولوا لي إنه هذا اللون شو عاملة، لأنه أنا اشتغلت كذا تقنية. يعني كان التحدي لإلي وللشغل وللتجربة كلها. بعد فترة حسيت أنا أنه بدي أتحشر باللون الأبيض، هيك شوف شو بقدر شو بيطلع معي. رح أشوف هلأ شوية صور حضرتك رسمتيها عن علاقة الأبيض، فسري لنا هذه الصورة أكثر. شوفي مثلا هيدي أنا حاولت، يعني حاولت فرجي الأصفر، شفافية الأبيض، الأصفر اللي منعكس من تحتها، العالم اللي كان تحت هيدي الغلالة البيضة اللي حطيتها إذا بدي. يعني هي بس لتصير أسئلة للمتلقي. نعم. لأنه الفن إذا ما أثار أسئلة أنا ما بعتبره أنه عمل شيء، يعني حرك شيء. يعني ماجدة، يمكن كل إنسان عنده هاي صورة ثانية مثلا، كل إنسان ممكن يفسر هاي اللوحات اللي نحن نشوفها بطريقته الخاصة. صحيح. شو كنتي حابة تفسري لنا في هذه اللوحة؟ هلأ شوفي، هيدا الشغل أنا بشتغل تجريدي تعبيري بيعتمد. نعم. على موسيقى اللون. على ال يعني اكثر بيعتمد على احساسك انت لما توقفي. اللون عجبتني هالكلمه، موسيقى اللون. بالضبط هيك، يعني انت لما تسمعي قطعه موسيقيه ما فيك تقولي له للموسيقى اللي عملها انت هون شو ليه عليت التون، ليش هون حطيت هيدي النوت، ليه؟ لانه هو بيشتغل باحساسه، بيعطي شو بيطلع معه بوقت، يعني بالوقت اللي عم يعمل هيدا الابداع في هيدا المنجز اللي بيطلع معه. هلا انا حاولت نوع على الابيض وسميتها تنويعات على الابيض، لانه كتير حسيت انه العالم كتير غني ولازم اعمل كتير 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 قصص لحتى فوت بكل مجالات الابيض. يعني الابيض بيتفاعل مع الاسود شكل، مع الاحمر شكل، مع الاصفر شكل، يعني علاقة الأبيض بالألوان. صح. كتير. من خلال هيدي اللوحة الثالثة اللي كمان عندها علاقة قوية مع اللون الأبيض، شو كانت الرسالة من هيدي اللوحة وهيدي الألوان الموجودة، شو المقصود فيها؟ شوفي أنا بصراحة لقلك أنه أنا ما لح قلك أنه أنا من بفن في رسالة إنسانية، أنا رسالتي الإنسانية البسيطة أنه أنا بدي المتلقي لما يطلع بشغلي أي يعني أول شيء يحس انه عم بيشوف شيء له هيك اثر فيه. يعني ما في انه رح اقول لك انه انا عم بحكي، انا مثلا في لوحه ما بعرف اذا هلا رح تبين اشتغلت فيها شغله، بس حطيت اشتغلت فيه حكيت فيها عن حرب تموز اللي صارت بلبنان.
حطيت صور أطفال كانوا صادمين وقتها لكتير ناس، يعني أنا قلت أنا ما لح أعرضها، بس الحمد لله عرضتها بمتحف الشارقة هديك السنة. وكتير كتير عملت يعني عملت هيك سعقة للناس، لأنه أنا أخذت الصور مثل ما هني حطيتهم بصورة صادمة ومزجتهم بشغلي، لأنه بوقتها كان في ظلم كتير للشهداء الأطفال اللي راحوا بالحرب صحيح. واللي عم بيروحوا بكل الحروب يعني. نعم. هيدي مثلا بقدر قلك في من وراها رسالة. بس أنا لما أشتغل تجريدي تعبيري رسالتي لح تكون إنسانية محض، أنه الإنسان يحس بالعمل الفني هو عم بيشوفه، انه يحاول يتفاعل مع الالوان مع الموسيقى مع الشعر حتى. يعني انا من قارئي الشعر بشكل كتير، بقرا شعر النهمه اذا بدي، فانا بحس كل هاي الاشياء عم تتفاعل وتعطي. يعني انت لما ترسمي تحسي كل شيء عشتيه عم يتقدم بشكل مزبوط. طب ماجدة، بالحديث عن الفن التجريدي التعبيري، يعني في الكثير من الناس يمكن ما يفهمون هذا الفن، هل انت تعتمدين كل لوحاتك بهذا الاسلوب الابستراكت؟ اسلوب الابستراكت خلينا نقول. هلا شوفي، انا بحب الفن التشكيلي عاده مفتوح على الدهشه. انا بحس انه انا لما افوت على المرسم، انا كحدا بمارس فن الرسم بحس حالي حره جرب بالطريقه اللي بدي اياها. نعم. انا قدام المساحه البيضاء بترك العنان لحالي شو بيطلع معي، بدي احط صوره، بحط، بدي اعمل فيجراتيف، بعمل. يعني المقصود وين؟ انه الفنان حر بتجربته بتعبيره. وانت مرات انا ما بحب اي حاله، انه انا هلا انا بشكل عام شغلي تجريدي، لانه انا وصلت لمطرح عم حاول اخلص من الصوره من العنصر اذا بدك. هلا لما تطلعي بالشغل يمكن هو بالسطح بتبين انه بس الوان، بس تحت في اشكال كثيرة. في اي يعني هو الشغل لما يكون موجود وقدامك وتلمسيه وتتاملي فيه في كثير عناصر. بس ماجدة بعضه الفن التشكيلي هو فن نخبوي، يعني مش كل الأشخاص بيفهموا. في بعض الأشخاص بيعتبروا أنه يعني إذا مش وردي واضحة، إذا مش شكل إنسان واضح، يعني هذا مش كتير مفهوم لأله، أنه ما بيحبوا. شو هي الجهود أنت كفنانة بهذا المجال اللي لازم تعملوها واللي عم بتجربي تعمليها لتقربي هذا الفن للأشخاص أكتر؟ هذا أنا أول شيء بشكرك على السؤال، لأنه نحن يعني كناس من مارس الفن التجريدي التشكيل التجريدي نحن منعاني كتير يعني للأسف. هلأ أنا ما بلوم الناس، يعني هلا بلومهم شوي انه مش مثقفين بصريا، بس انا بلوم يعني تربيتنا الثقافيه فيها نقص. نعم. يعني نحن مثلا بندرس عن تاريخ بلادنا، بندرس عن تاريخ، مرات بندرس شغلات ما بنعوزها بالحياه اليوميه. نعم. يعني بنعمل الامتحان وبتخلص. نحن لو بالمدرسه من لما ببلشوا يعطوا للولد انه يقع لبنان في قاره اسيا وعارف شو، انه يبلشوا يقولوا له مثلا في فنان بالعالم مثلا مارس فن الرسم اسمه كذا، عاش من هاي. نعم. يعني يكون في تاريخ فن بالمناهج الدراسيه، يعودون يروحوا يشوفوا معارض، لانه كل ما الانسان شاف بصيرته الجوانيه الذاكره البصريه اذا بدك تغنى. نعم. يعني بصير عنده غنى. نعم. يعني انا مثلا لما فت على الجامعه كتير اختلفت عن لما ظهرت، يعني لانه صرنا نروح نشوف معارض، تعرفنا على فنانين، صرنا نسمع كيف بيحكوا. ثقافة بالضبط، هيدي الثقافة نحن للأسف تنقصنا. المدارس مسؤولين بشكل كتير كبير، الأهل فيهم كتير يساهموا بتربية أبنائهم ثقافيا بصريا. نعم. لحتى يطلعوا مش يتفاجئوا شو هيدا، شو عم بيخربش هيدا الفنان. أنا بالقرية العالمية عملنا مرة ملتقى، يعني كنت عم برسم، فيجي ولد شو عم تخربشي، انا بعرف اعمل احلى منك. نعم. قلت له انا اكيد بتعرف تعمل احلى مني، بس قلت له تعال اقول لك انا هيك شغلي بيعتمد على كذا، وانت لازم تقرا، لازم تشوف، لازم. امه دمعت. نعم. دمع عيونها، لانه حسيتها انه انا اول شيء قلت لي بشكرك انك حكيتيه. نعم. وبشكرك انك نصحتيه، انا كثير بحب وانا هلا كثير تاثرت لما تذكرته. اول اسلوب هو هذا الاسلوب التربوي، ويمكن مشاركه الاطفال التجارب مع الكبار هي هذا جزء يمكن بوعيهم اكثر على حب الفن التجريدي. ماجدة، قبل ما نختم طبعا وياك حابين نسالك عن اللوحه اللي انت ترتدينها اليوم، لوحه جميله باللون الاخضر، خبرينا شوي شو كان الرساله منها، شو كانت هيدي؟ انا بصراحه حبيت، بتعرفي بحب الفن يضل قريب مني. مره خطر لي انه ليش ما بعمل لوحه البسها، وعملت مجموعه ان شاء الله، يعني هلا رح يكون في معرض خاص يعني. نعم. اعرض فيهم هول المجموعه، عملت مجموعه كتير كبيره لوحات صغار فيك تلبسيها وفيك اذا بدك تعرضيها، يعني هي. نعم. لوحه تلبس. حاولت انه، لانه مرات مثلا بيقولوا لي نحن بنحب شغلك بس ما بنقدر نشتري كذا، فهي منا بتكون انه لوحه صغيره تضلها معك بتلبسيها، وبنفس الوقت ممكن كمان تعلقيها.
نعم بالفعل. نعم. طيب سؤال أخير ست ماجدة، عادة الأطفال بحبوا أنهم يرسموا، ولكن مثل ما ذكرنا من شوي ما في توجيه صحيح من الأهل. هل الأطفال شو ما رسموا هي مؤشر على أنه هني عندهم الموهبة في المستقبل، ولا بالبداية كل الأطفال اللي بيرسموا وننميها أو لا هي اللي بيعتمد على نتيجة المستقبلية؟ أنا علمت بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، كنت أعطي دورات للأطفال. نعم. كان في أطفال يزهلوني بموهبتهم، يعني شوفي في أطفال بفكروا حلو موهوبين والأهل بيكونوا مصرين أنه لازم يطلعوا رسامين، وما بيكون هذا التوجيه الصح، لأنه مرات كتير الطفل لما تجبريه يرسم ما بيعود يحب الرسم. نعم. هلأ الأهل لازم يراقبوا الطفل إذا كيف بيرسم، قدي بيقضي وقت، يعني هل بيحب الرسم أكثر من الأنترنت أو من القعدة على التلفزيون، يبلشوا يأمنوا له إشياء مختلفة عن اللي عادة بتكون موجودة بين إيديه. يعني الأم أكثر وحدة بتلاحظ مفروض أنه صحيح. لأنه هي مع ابنها، وإذا لاحظت طبعا يتم تطوير هذا الأمر. الفنانين يعني بفطريتهم الأطفال عفوا بفطريتهم فنانين. بس هي قديش بعدين توجيه بيلعب دور، انت شفت ابنك مثلا موهوب امني له الاغراض ساعديه. يعني هيك ببلش. أكيد. وبعدين بعد فتره بعد عمر 7-8 سنين صح. ببلش يترك او ببلش ينغمس اكثر. طبعا سيده ماجده دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لوجودك ويانا اليوم الفنانه التشكيليه ماجده نصر الدين، ولقائنا يتجدد وياكم اعزائي المشاهدين غدا باذن الله. الى اللقاء. شكرا ماجده. شكرا.